متابعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر اللي كنقدم لكم دائما من مدينة الناظور. طبعا الحال تعليمات صارمة وتعليمات يعني لرجال الامن الوطني في مدينة الناظور، يعني اي واحد القاوه في لاكورنيش ديال المدينة في هذا الوقت الا وتتم الاعتقال ديالو بشكل مباشر. اذا كما كتشوفوا دوريات ديال الامن الوطني في هاد الاثناء كتجوب هاد الشوارع وكتجوب كذلك المناطق ديال لاكورنيش ديال المدينة كما كتشوفوا هنايا في هاد السيارات ديال الامن الوطني، واي واحد تم الاعتقال ديالو اي واحد يعني لقاوه هنايا في هاد لاكورنيش هذا الا هو تيتم الاعتقال ديالو مباشرة مع يعني تديوه للكوميسارية يعني حسب القانون. اذا كما كتشوفوا اخوتي انه ازيد من 5 ديال السيارات او 6 السيارات ديال الامن الوطني اللي كتدور بشكل يعني دوري هنايا في هذه المنطقه ديال الكورنيش الناظور من اجل يعني الاعتراض او اعتقال اي شخص يعني تيدور في هذه المنطقه بدون سبب. هذه العمليه هذه اللي داروها الاخوان ديال الامن الوطني يعني لقيت يعني واحد الترحيب كبير من طرف الساكنه، خاصه الناس اللي طلبتنا اننا قالتنا انه كاين ناس اللي كتدور في لاكورنيش الى غير ذلك. فاقول لكم انه الحمد لله الامن الوطني راه يعني قايم بهذا الواجب هذا ومن اجل التصدي لكل الخارجين عن القانون. نتمنى انه الامور تمشي بواحد الشكل اللي هو جميل ورائع. طبعا الحال كنوجه تحيه كبيره للاخوان ديال الحراس ديال حراس الامن الخاص اللي متواجدين هنايا في كورنيش المدينه اللي دايرين كذلك بدورهم واحد المجهود كبير يعني، وهذا الشيء يعطي شكل واحد الاشياء جميله هنايا في هذه المنطقه هذه، خاصه في هذا الحجر الصحي في الطوارئ الصحيه. ونتمنى كذلك من الناس يبقاو في المنازل ديالهم من اجل اننا ندوزو من هاد المرحله في اقل الاضرار. اذا كما كتشوفوا الكورنيش خاوي، خاصه بعد الدوريات الامنيه اللي كل ساعه كتدور في هاد المنطقه هذه، كذلك الاخوان ديال القوات المساعده ما ننساهمش كذلك اللي دايرين واحد الدور كبير في هاد المنطقه من اجل التصدي لكل انواع هاد الناس اللي خارجين على القانون. اذا كما كتشوفوا حنايا دائما هنايا في مدينة الناظور وبالضبط في الكورنيش ديال المدينة، انتم كما كتشوفوا لا وجود لأي مواطن والمواطنين كذلك في هذه المنطقة هذه. الله يحفظك الأخت فاطمة وشكرا للجميع اللي تتابعونا حاليا هذه الأيام القليلة الماضية. تم اعتقال مجموعة من المواطنين اللي كانوا في هذه المنطقة خارجين على القانون، تم الاعتقال ديالهم والتقديم ديالهم، وللأسف ما كنبغيوش نشوفوا مواطنين خارجين على القانون في هذه المنطقة هذه، لكن للأسف شكرا سي محمد، شكرا ام وليد، شكرا للجميع الاخوان. اذا كما كتشوفوا كورنيش المدينه يعني عكس السنوات الماضيه كانت القضيه عامره، كان الناس يدوروا الى غير ذلك. شكرا سي محمد سي سفيان من تطوان، حتى مرتيل كذلك خاويه، الكورنيش ديالها راه خاوي حاليا. اذا كما كتشوفوا هذا هو كورنيش المدينه، طبيعة الحال لا وجود لاي مواطن او مواطنه في هذه المنطقه هذه. هذا شيء جميل اننا نشوفوا الناس ملتزمين بهذا القرار ديال الطوارئ في هذه المنطقة ديال لاكورنيش. كنا مشينا لبني انصار في الأيام القليلة الماضية، كنا مشينا لبني انصار في جهة البحر، لقينا الناس تيعوموا، لقينا الناس يتمشاو، ونتمنى أنه السلطة والأمن الوطني والإخوان ديال السلطة كذلك السيد الباشا إلى غير ذلك أنهم يكونوا دخلوا ومنعوا الناس من ديك المنطقة. هاد اليومين إن شاء الله وثلاث أيام غادي نرجعوا تما إن شاء الله، نشوفوا شنو تبدل في بني انصار، شنو ما تبدلش من بعد اللايف اللي دارته قناة شوف تيفي. عماد شحال باقي ديال المرضى؟ بقى 21 اخويا، اليوم خرجوا 3،
خرجوا ثلاثه مشاو الاوتيل. وان شاء الله الاسابيع المقبله هذه السيمانه ان شاء الله ما غاديش يبقى تما حتى شي واحد باذن الله، ما غادي يبقى تما حتى شي واحد. تحيه خويا منعم الوزاني، تحيه لسطوان اللي حاليا كتابعنا في هذا البث المباشر. اذا كما كتشوفوا اخوتي الكورنيش خالي من المواطنين والمواطنات، هذا شيء جميل اخواني اننا نشوفوا هذه المنطقه هذه اللي كانوا فيها الالاف ديال الناس، الالاف ديال الناس اللي تزوروا هذه المنطقه هذه في هذه الوقيته نتاع العصر الى غير ذلك، الناس ديال الرياضه الى غير ذلك. لكن انتم كما كتشوفوا حاليا ما كاين حتى شي واحد، ما كاين حتى شي واحد هنايا في هذه المنطقه هذه، فقط اخوان. تحيه ناس هولندا، تحيه لاختي لطيفه، شكرا لك جميعا. نتمنى ان الاوضاع تبقى هكذا في هذه المنطقه هذه الى غايه ان شاء الله يفكر نخرجوا من هذا الحجر الصحي، من الطوارئ الصحيه. وديك الساعه الانسان اللي بغى يخرج طبعه الحال يخرج يتمشى بوحده او بالكمامات ويعطي الاسباس للبنات، لانه الاخوان الحمد لله حنا غاديين مزيان في مدينه الناظور. الزياد من 12 يوم ما تسجلت شي حاله في مدينه الناظور، شيء جميل وشيء رائع اننا نشوفوا المنطقه يعني ما تسجلت حتى شي حاجه، وهذا شيء يعني جميل. اذا اخواني اخواتي كنا في هذه الجوله باش نشوفوا الاخوان ديال الامن الوطني كذلك، والاخوان ديال الحراس هنايا اللي دايرين واحد المجهودات كبيره 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 من اجل التصدي لكل الخارجين عن القانون. تحيه ليك اختي زهراء، وتحيه ليوسف، وتحيه لجميع الاخوان والاخوات اللي حاليا تتابعونا في هذا البث المباشر اللي كتنقل لكم قناه شوف تي في من مدينه الناظور. خويا سعيد مور 20 ان شاء الله نشوفوا واش غيكون التمديد في المملكه المغربيه ولا ما يكونش التمديد. طبيعه الحال اللي كنا غادي نخرجوا او كانوا غادي المغاربه يخرجوا راه غادي يكون هناك يعني غادي يكون هناك شروط، وغادي يكون هناك العديد من الاشياء اللي غادي نديروها عاد نقدروا نخرجوا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الامور تمشي مباشر. اصلا سعيد لاباس عليك، بركع مباشرك الله يحفظك اخويا. اذا كما كتشوفوا هذه المنطقه اللي قريبه من الكورنيش ديال المدينه اللي هو سوق المركب، هنا كاين شويه ديال الرواج بحكم انه كاين اسواق ديال الزيتون، اسواق ديال التمور والمواد الغذائيه التي يحتاجها المواطن فوق المائده. طبعاً الحال اجواء هنا جميله، اجواء رائعه كما كتشوفوا، الناس خارجه كتتخطى طبعاً الحال وترجع للمنازل ديالها. واي واحد تيتشد بطبيعه الحال تيتشد يعني بدون كمامه او خارج عن القانون شي حاجه تيتم الاعتقال ديالو مباشره. اذا كما كتشوفوا هذه هي الاجواء هنا وسط المدينه، اجواء هادئه عاديه خاصه بعد استقرار الحالات ديالهم مستقره في السبيطار، ويعني والحالات يعني ما تتزادوش هنا في فيروس كورونا في مدينه الناظور لمده تاع 12 يوم تقريبا او 13 يوم. شكرا اخويا سي محمد مره اخرى، ان شاء الله نجود ما نفطر معكم ان شاء الله باذن الله. اذا هذه الاجواء هنا في مدينه الناظور اجواء جد عاديه ولله الحمد تبشر بالخير. نتمنى كذلك اخواني ساكنين في الاحياء الشعبيه احياء وسط مدينه الناظور انهم كذلك يدخلوا المنازل ديالهم ويديروا بحال الناس هذو اللي ساكنين في هذه المناطق هذو اللي خارجين الا للضروره. شكرا لكم. مرحبا اختي لطيفه، مرحبا حسن. نهار الخميس 7 ان شاء الله تمشي واحد الرحله من الدار البيضاء في اتجاه اسبانيا، الناس اللي عندهم مزدوجين الجنسيات غادي يقدروا يسافروا يمشيو. ونتمنى خويا نتمنى انه الامور تمشي بواحد الشكل اللي هو جميل، وان شاء الله كل واحد يرجع لبلاده، كل واحد يرجع للمنطقه ديالو فين ساكن وفين مستقر. اذا نتلاقاو معكم بعد قليل اخواني في واحد البث مباشر اخر. دائما
من مدينة الناظور والنواحي والأقاليم طبعا الحال المغربية بصفة عامة. تحية للجميع، دمتم في رعاية الله، ونتلقوا بعد قليل واحد لايف آخر.